أما فقرتنا هلا نرمين رح نحكي فيها بما انه عم نبلش نحس بتغير درجات الحراره، وقديه مبسوطين انه صار الجو لطيف اكثر من قبل بعد موجه الحر نرمين الطويله يمكن لسه في موجه صغيره قال تمام بس يمكن هذا التغيير تغيير الفصول اختلاف درجات الحراره قديه بيترك حاله حساسيه عند الاشخاص ويمكن تاثيرات سلبيه خاصه لمرضى الربو. صحيح، في كتير أشخاص منلاقيهم فرح بيعانوا من حساسية موسمية وهي عن جد بتكون يعني بتنهك الجهاز المناعي عندهم بشكل كبير. أكيد. مو معروف أي فصل، يعني في ناس بتجيهم بالربيع، ناس بالصيف، وناس بالشتاء، وناس بالخريف. مهم تغير الفصول نايمين. والأصعب من هذا إنه اليوم مع انتشار فيروس كورونا صار شوي صعب نفرق بين فيروس كورونا وبين الحساسية الموسمية. طبعا رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع الدكتور وسام دلول اختصاصي في الأمراض الداخلية والعناية المشددة. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك، شكرا لاستضافتكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. بالبداية خلينا نعرف الحساسية الموسمية شو هي؟ الحساسية الموسمية هي ردة فعل الجسم تجاه أجسام غريبة، محسسات خارجية خلنا نسميها، فالجهاز المناعي بحارب هاي الأجسام بردة فعل معينة بشكل أجسام ضدية أو المستضدات نسميها تجاه الأجسام الغريبة اللي يتعرف عليها بالمرات القادمة الجسم ويلاقي أنه نحن لهيك نحن بنلاقي كل مثل ما تفضلتوا وحكيتوا أنه كل انقلاب فصل أو تغير الجو رح يرجع يعاني من نفس الأعراض المحسسة، فالجسم بيتعرف على الأعراض الخارجية المحسسة بيعتبرها جسم غريب عنه أو مواد مؤرجة وبشكل إلى أضداد معينة بالجسم بتتعرف عليها مجرد تعرض إلى مرة ثانية وثالثة. دكتور دائما في أعراض معينة ممكن الشخص يحس فيها، خلينا نعرف شو هي أهم وأبرز هي الأعراض. أهم الأعراض اللي بنعرفها كلنا نحن طبعا بالنسبة للحساسية الموسمية هي الأعراض التنفسية، الزكام، الرشح اللي بنحكي عنه دائما، التعطيس اللي بيعاني منه، سيلان العينين والحكة. الأعراض نقسم أعراض الحساسية لعدة أجهزة بالجسم، ممكن تكون هي الأعراض التنفسية اللي حكينا أنه ممكن يكون حكة بالأنف، حكة بالعينين، سيلان، عطاس، سيلان بالعينين، ممكن تكون أعراض جلدية اللي هي الحكة بالجلد، الاحمرار بالجلد أو مسميه الشرير، التقشير بالجلد، ممكن عندنا أعراض كمان مواد محسسة أخرى بتصيب الطريق الهضمي عادة، ممكن تكون الأعراض كمان بتتظاهر بعدم ارتياح هضمي، ممكن يصير إقياءات، إسهالات عندنا نتيجة مواد محسسة خارجية. المرحلة الأخيرة ممكن نسميها نحن الصدمة التحسسية اللي هي الأخطر واللي هي نحن هلا رح نحكي عنها بالتفصيل، اللي هي اللي تستدعي إنه المريض ينتبه لهالموضوع، هي مجرد حساسية بسيطة ممكن توصلنا لمشفى، ممكن توصلنا لعناية مشددة. الصدمة التحسسية بتصير نتيجة كمان ممكن لدغ حشرة، ممكن التغير الموسمي أحيانا بيصير عندي بعض الأعراض اللي رح نحكي عنها اللي هي بتؤدي لحالة مهددة للحياة خلينا نسميها. دكتور كتير احتمال تتشابه هاي الأعراض مع بعضها ويصعب حتى تمييزها، كيف بيتم هاي تشخيصها فينا نقول الحساسية الموسمية وفصلها عن باقي الأمراض؟ الحساسية الموسمية طبعا نحن مريضنا عادة بيعرف حاله، هو بيتحسس كل فصل، كل تبدل فصل على الربيع بشم ريحه بيتحسس، فهي الارضيه الموجوده عند المريض بتساعدنا. طبعا نحن بالتشخيص الوقت بزورنا مريض لحتى نقدر نشخص الحساسيه في عنا اول شيء الاسئله التفصيليه للمريض، الاعراض التفصيليه اللي بيشكي فيها لحتى نحن نقدر نصنفه بخانه حساسيه او بخانه انتان تنفسي او بخانه قريب او رشح، وراح نحكي عن تصنيفها او تمييزها عن فيروس كورونا اللي هو شائع. عادة المريض مثل ما قلت لك بيعرف حاله، انا كل ما غيرت طقس علي او كل ما تعرضت لبرد او غبار او ريحه غريبه بتحسس، بصير عندي زكام، بصير عندي تعطيس كثير، عيوني بتحكني، ممكن نوصل لمرحله يصيب الطرق التنفسيه، بصير ضيق تنفس، زله تنفسيه، بنشوفها كثير عند المرضى الربويين اللي هن عندهم ارضيه تحسسيه، الربو ارضيه تحسسيه، فبصير عندي نقص بالاكسجين الواصل للجسم نتيجه تشنج القصبات، كمان هاي الحالات نحن اللي لازم ننتبه لها للمرضى الربويين، المرضى اللي عندهم مشاكل، لانه هذا ما فينا نعامله مثل مريض مجرد انه بتحك عيونه او بيتحسس، هذا المريض يستدعي علاج ثاني وانتباه من قبل الطبيب ومن قبل المريض نفسه. دكتور حكيت عن الصدمة التحسسية اللي ممكن تؤدي لعناية مشددة، ويمكن بعض الأشخاص بيجهلوا أسبابها،
هل بعض الاجسام معرضه لهي الصدمه اكثر من البعض الاخر؟ تمام. شو اللي بخلينا ندخل لمشفى وعنايه مشدده في حال الصدمه التحسسيه؟ هلا الصدمه التحسسيه بتصير عندنا نحن مثل ما قلت لك عباره عن اليه تحسسيه موجوده، ولكن هي هجمه الحساسيه بالجسم، الاجسام اللي شكلها الجسم، مناعه الجسم هاجمت بتكون شديده، فبصير عندنا هجمه حساسيه حاده، وهي القصه بيستدعي عندنا الاعراض طبعا بتبلش ممكن تظهر خلال دقائق من التعرض للجسم المحسس، ممكن تطلع عندنا خلال ساعات لتظهر. لدغة الحشرات غالبا اكثر شيء بنشوفه، مثلا لدغة حشره، لدغة نحله، لدغة دبور، ببلش اعراضه هو عباره عن حساسيه صغيره، تورم موضعي محل اللدغه، حكه شري بالجسم، ممكن يبلش يتطور عندنا شويه زله تنفسيه بنسميها، المريض بيصير عنده وزمه على مستوى الطرق التنفسيه. هالوزمه هي الحاله المهدده للحياه بنسميها، فعندنا الطرق التنفسيه بتصير وزمه حنجره او وزمه لسان مزمار، هاي بتسكر لي الطريق التنفسي والمريض ما عاد بيقدر ياخذ نفس، فهون وقت مجرد ما نحن تعرضنا لاي عامل محسس وحسينا باعراض ضيق تنفس او زله تنفسيه، صدر المريض بصير يصفر، المريض بيسمع صوت نفسه، فهون نحن هذا يستدعي انه نحن نتدخل ونراجع طبيب او نراجع اقرب مشفى، لانه هذا الموضوع هو مثل ما قلت لك موضوع جدي ومهدد للحياه. بيصير عندي الصدمة التحسسية أعراضها ببلش بأعراض شروية، بصير عندي اضطراب تنفسي، زلة تنفسية، اضطراب دوراني، يعني نبض المريض بيتسرع، ضغطه بينزل، بيوصل لمرحلة وهض دوراني نتيجة الصدمة التحسسية أو التأقية بسموها، اللي هو التأق بسموه، فهو عبارة عن سيبتيك شوك، بنفوتنا بموضوع صدمة تحسسية، وهذا المريض يستدعي أنه نحن نتدخل بشكل سريع بالإسعاف أو بالعناية. العلاج المثالي بس ببلش عندنا هبوط الضغط والتسرع النبض والوهد الدوراني، نحن عبارة عن الأدرينالين، ممكن نضطر للعلاج بالكورتيزونات أو الاستيرويدات لحتى نحن نسيطر على الهجمة، نسيطر على مناعة الجسم. الأدرينالين للصدمة التحسسية بتوسع الأوعية المحيطية بالجسم، فبيصير وهد دوراني، يعني بينزل الضغط، بتسرع النبض، لأنه الدم توزع بالجسم بالأوعية اللي توسعت، الأوعية المحيطية. الأدرينالين بيساعدني أنه يقبض الأوعية المحيطية، نحافظ على الحجم ضمن الأوعية بحيث ما يصير عندي هذا الوهد الدوراني. الكورتيزونات بنستعمل احيانا هيدروكورتيزون او الديكسون، هذا بتساعدني على تخفيف الاليه المناعيه للجسم، نحن بنسيطر على المناعه، لان مناعه الجسم عم تهاجم هالجسم الاجنبي اللي فات لعنده او القرصه او الريحه، فنحن نخفف مناعه الجسم للهجوم المناعي لتشكيل الاجسام الضديه للجسم الاجنبي. قد ايه ممكن تضل فتره الشفاء دكتور في حال وجود صدمه تحسسيه؟ نسبة الشفاء في حال تدبرت صح أو تلحق المريض بالوقت المناسب ونعمل الإجراءات المناسبة، فنسبة الشفاء عالية جدا. طيب. يعني فيما ندر ما نسمع واحد صابه صدمة تحسسية، أوكي ممكن قاعد بالعناية، ممكن اضطر يقعد على المنفسة يوصل لمرحلة تنبيب أو مرحلة تهوية آلية، ولكن نسبة الشفاء فيهم عالية، بينما مشكلتنا هي بالتأخير، قرصوا برغ الدبور، قرصوا همل الموضوع، طول لوصل على المشفى، وصل على المشفى مرحلة سيئة، فيعني ممكن وقتها يكون عندي نسبة وفيات. وللأسف ممكن بعض الأشخاص كثير ممكن يهملوا هذا الموضوع، المشكلة الثقافة الطبية عندنا، أو نحن بنقول والله متحسس قرصوا دبور، ممكن والعلاجات توم يلا العلاجات الموضعية توم وتلج وكذا، بس في أجسام ممكن يكون ارتكاسها غير أجسام، في ناس بقرصها الدبور مثل ما قلت بتحط شوية توم بتحمل حالها بتنم، في ناس بتوصل لمرحلة مشفى ومرحلة عناية مشددة، وشفنا كثير مرضى وصلوا لهالمراحل وقعدوا على المنفسه يومين وثلاثه وطلعوا، وفي مرضى للاسف مثل ما قلت لك بوصل بوقت متاخر بيهمل الموضوع، بيكون عندنا مشاكل اكبر من انه نحن نقدر نتفاداها. دكتور مثل ما ذكرنا خلال الحديث بنلاقي الاشخاص كل موسم بيعانوا جدا من الحساسيه وبنقول لهم خذ دواء، فجوابه بيقول ما في دواء، يمكن هي بتكون علاج للاعراض يلي بتظهر. هذا الشيء مو موجود في دواء مكلف ولا عن جد هو ما في دواء ابدا لموضوع الحساسيه؟ نحن نعالج الحساسيه كحساسيه الجسم، نحن لازم نعمل اختبارات حساسيه ونعرف شو المصدر المحسس للجسم ونتجنبه. علاج نوعي للحساسيه ما في، الاجسام هي قلت لك جسم بشكل اجسام ضديه للجسم الغريب اللي عم يحسسه، وهي اللي يتذكرها كل موسم، ممكن يلاقي انه هذا الغبار طلع اللي هو الاهم، نحن بنحكي فصل الربيع بيقولوا لك الحساسيه الربيعيه هالقصص، بينما علاج هو علاج عرضي. في ناس عم قول من الحراره، من شده الحراره، ممكن من الشوب، ممكن من يعني المسببات للحساسيه هي كثيره وما فينا نحصيها صراحه،
في عندي اول شيء الحساسيه الربيعيه الاهم وحده هي غبار الطلال اللي بينتقل بين الاشجار، في عندي حساسيه لدغ الحشرات، حساسيه وبر الحيوانات اللي بيربوا كلاب وقطط وكذا في عندهم حساسيه لتجاهها، في عندي حساسيه من مواد تنظيف المحسسات الريحه، المواد تنظيف المواد المطاطيه اللي بنلبسها احيانا، نوعيه القماش الموجوده النايلون بالقماش ممكن يحسس جسمي يطلع لي شري، في عندي الحساسيه النفسيه اي شده نفسيه او ضعف مناعه بالجسم ممكن يظهر لنا شري، فهدول كمان هون ما فينا نتحكم بالموضوع كثير بموضوع، فالاسباب اللي بتؤدي للحساسيه متعدده وكثيره، صراحه بيجيك المريض بيقول لك انا ما بعرف من شو عم تحسس، لا هو بيعرف ولا نحن بنقدر نحصي، صابونه، شامبو، دواء غسيل، الشرشف اللي عم ينام عليه، ثيابه اللي عم يلبسها، ريحه الهواء، قد ما سالته يمكن ما راح تقدروا تعرفوا، توصل لمرحله اكله معينه، ريحه، بارفان، اي شيء ممكن يسبب هاي الحساسيه، فنحن نقدر نحصي السبب، عاده المريض اخر شيء بيقول لك انا كل ما تحممت بهاي الصابونه بيصير معي، فنحن هون بدك تقول له بعد عن هاي القصه يعني. بينما انه انا اقدر احصي الموضوع، المريض على التكرار بيصير بيلاحظ الشغلات اللي عم تحسسه اكثر من انه الطبيب يقدر يحكي. تمام دكتور، يمكن اكثر الاشخاص اللي بخافوا ممكن من غبار الطلع، اللي بخافوا من تغير الفصول، هن الاشخاص المصابين اساسا بالربو، هون بيكون عندهم حاله تهيؤ قبل ما نحن نبلش بهذا التغير شو ممكن يصير معنا، مرضى الربو تحديدا شو بتنصحون دكتور في حال نحن بلشنا بتغير الفصل والانتقال من فصل لاخر، ممكن يتطور اي اصابه لمرضى الربو ينتقل الى الرئتين، هون ندخل بمرحله خطوره او لا؟ الربو الاساس، الاليه الاساسيه بالربو هي زياده حساسيه قصبات تجاه المحسسات الخارجيه، نفس الاليه اللي عم نحكي عنها بالحساسيه الموسميه، فهني اكيد معرضين اكثر من غيرهم لانه نحن اساسا الارضيه موجوده عندهم بجسمهم، فمرضى الربو عاده بيقول لك والله في عندي الجو مغبر او الجو السديم اللي بنشوفه احيانا بيصير غبره بالجو، هذا المريض نحن دائما بننصحه احتياطاته، اول شيء الادويه البسيطه اللي بيعرفها هو اي مريض ربو، بخاخه بيكون دائما معه بحال صار عنده ضيق صدر ببخ صدره، مضادات الحساسيه البسيطه الانتي هيستامين اللي بنستعمله وكلنا بنعرفها بيقول تحسس اخذ حبه مضاد حساسيه، طبعا العامل الاساسي المؤهب لازم نبعد عنه، وهو يعني مثل ما قلت لك اذا كان جو مغبر في عندي مشاكل الطلعات بالربيع بالحديقه جنينه هدول بيعرفوا حالهم هن متى ما طلع راح يتحسس، وبر الحيوانات حكينا هو سبب اساسي، مريض ربو ما يعني من النادر ما بيربي كلب بالبيت او قطه هلا دارجين هدول القصص تلاقي دائما بتتكرر عنده الهجمات لانه هو ارضيه جسمه هو ارضيه تأتبيه مؤهبه للحساسيه، فهذا نحن بدنا نحاول نبعد عن العوامل المحسسه، ندير بالنا في غبره بالجو، نرتدي الكمامه، نحاول نبعد عن بفصل الربيع مثل ما قلت لك عن الغبار الطلع، عن المناطق اللي فيها شجر كثير هالقصص، الطقس البارد كثير، الهواء المكيف عليه دائما مثلا هذا كمان ممكن يأهب لي تشنج قصبات يحسسنا المروحه، فبرجع بقول لك كل مريض بتحسس من شيء فما فيك تحصيهم، بس هو اللي بيعرف حاله اكثر شيء شو اللي عم يضايقه، فهذا العامل المسبب لازم نحاول نبعد عنه، الجسم مشكل له اضداد وبيتعرف عليه، متى ما تعرض له بيصير عندي حساسيه. تمام دكتور، دائما كانوا ذكرت من شوي السيدات بيعملوا هاي الخلطه بالبيت، خلطه عده منظفات مع بعض، خلينا نحكي عن خطوره هاي الخلطه اللي بيسووها وشو ممكن الحساسيه تسوي لهم اياها، ويعني شو نوع الحساسيه اللي ممكن تسوي لهم اياها، بنعرف ممكن تروح لحالات تسمم، وايضا نصائح اخيره ممكن نحن هلا السيدات بالمنزل المشهدين. اكيد مضطره تستعمل مواد تنظيف، مضطره تستعمل الكلور، في عندنا عاده شائعه وسيئه جدا هي تفاعل الكلور مع الفلاش اللي بيستعملوها، وهي دائما بنشوفهم بالمشفى وكثير نبهنا منهم دكتور بنرجع من هذا اكثر ما هو موضوع حساسيه، هو موضوع تفاعلات كيماويه بيطلع الابخره، هي ابخره سامه وتشنج القصبات وتخرج لي قلب الطريق التنفسي، النسيج البيطاني للقصبات والطرق التنفسيه، وهي مشكله كثير كبيره لانه هي مواد كيماويه متفاعل مع بعضها عم تعطيني ابخره سامه، فهي القصه مثل ما قلتي بينبهوا عليها وكله بيعرفها والكل بيرجع بعيدها، فدائما بنشوفهم بالاسعاف هاي المرضى انه والله كنت عم نظف الحمام خلطت كلور وفلاش وبسكروا كل الابواب والشبابيك مشان فعندي هاي التشنج القصبي المهم اللي بيصير عندي، في عندي بوصل لمرحله اول شيء ممكن اتلك طرق تنفسيه بتبدا من الانف لنهايه القصبات، فعندي وزمه الحنجره هي الاساسيه اللي بتسكر هون طريق التنفسي بتعمل لي صوت مثل بنسميه نحن بالطب صرير،
صوته بيزمر من الحنجره. اول سحب النفس وتطليق النفس هو صفيره. في مرضى بتقول له بتطنش حالها وكذا، في مرضى بتوصل لمرحله انه ما هي ما عاد تتحمل، ما عم تقدر تاخذ نفس، بتوصل لمرحله مثل ما قلت لك هي يحتاج لاجراءات اكثر ما هو انه والله بس نحن بعدنا عن الماده المحسسه، اخذنا هواء نظيف. في مرضى تحتاج اكسجين، مرضى تحتاج ادويه توسع القصبات. المواد التنظيف بشكل عام قلت لك هي ممكن تكون سبب الريحة تبع المواد اللي فيها سبب محسس، بينما هي الخلطة اللي عم نحكي عنها هي مادة مخرشة ومادة سامة للطريق التنفسي أكثر ما هي بس مجرد أنه حساسية من ريحة الكلور. أكيد بنهاية حديثنا نشكرك دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، ونتمنى أكيد يمر تغير الفصول بصحة وخير على الجميع. إن شاء الله على الجميع يا رب. بيعرف حاله يمكن حساسيته عالية أو الأشخاص المصابين بيقربوا ياخذوا احتياطاتهم مثل ما تفضلت وحكيت دكتور قدر الإمكان. شكرا لكم. دكتور وسام دلولة شكرا كثير لك. أهلا وسهلا فيك.